اسمي عبد الرحمن صغول وأنا صاحب مشروع الخبز من أجل التعليم. مبادرة الخبز من أجل التعليم هي عبارة عن مبادرة تهدف أنه إحنا مجموعة من الشباب بنقوم بتجميع بقايا الخبز من المدارس والجامعات والمخابز، وبعد هيك إحنا بنقوم بتجفيف هاي كميات الخبز وبنقوم ببيعه لتاجر العلف. بعد ما يقوم تجفيف الخبز هذا وبيعه لتاجر العلف بنقوم ببيعه، المردود المالي أو العائد المالي اللي بيرجع من بيع هذا الخبز بنقوم بتوفير اللي هو منح الدراسية للطلب المحتاجين، اللي هي بتتضمن أدوات تعليمية للطلب المحتاجين. إنه إحنا ليش ما نوفر أدوات تعليمية لهذول الطلاب حتى نحولهم من أشخاص مستهلكين إلى أشخاص منتجين في مجتمعهم.